أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة في الأردن بلغ خلال الربع الرابع من العام الماضي 22.9%، بانخفاض مقداره 0.4% نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي. وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع من العام الماضي مع الربع الثالث لعام 2022، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 1% بالمية نقطة، وانخفض للإناث بمقدار 1.4% نقطة مئوية. للحديث حول هذا أو هذه الأرقام والأسباب التي ساهمت في تراجع معدلات البطالة، نرحب بالسيد حمادة أبو نجمة، مدير مركز بيت العمال. صباح الخير سيد حمادة، وأهلا بك في أخبار السابعة. الأرقام بانخفاض بحسب التقرير الحكومي، فهل هذا الأمر مطابق للواقع؟ صباح الخير، شكرا لكم. أهلا بك. لازم نكون حذرين في التعامل مع الأرقام، يعني قضية ذكر الموضوع كأنه انخفاض في معدلات البطالة، يعني مع احترامي لكل ما أشير بهذا الشأن هو غير صحيح. لازم نعرف بأنه معدلات البطالة من بداية هذا العام على الأقل، عفوا العام الماضي اللي هو 2022، كانت في 22.8 بالعشرة، كانت في الربع الأول اللي هو في الثلاث شهور الأولى من عام 2022، ومن ثم أصبحت 22.6 بالعشرة، وارتفعت قليلا لتصبح 23.1 بالعشرة في الربع الثالث اللي هو من شهر 9 الشهر العام الماضي، ومن ثم الآن في 22.9 مع نهاية العام 2022. يعني هذا بيعني أنه ليس هناك ارتفاع أو انخفاض، المعدل تقريبا مستقر. التفاوت بين عشر أو عشرين أو أربع عشر، هذا ليس ارتفاع أو انخفاض فعلي ممكن أن نعول عليه ونقول بأنه تحسن أداء سوق العمل. طيب هناك مشكلة سيد حمادة، الانخفاض في معدل البطالة للإناث ملفت صراحة، كيف حدث هذا الأمر ولماذا ارتفعت بين الذكور وانخفضت بين الإناث برأيك؟ نفس الشيء، يعني الارتفاعات كلها هاي بتحصل، انت بتعرف في بين فترة وأخرى هناك الجامعات بتفتح نتائج توجيهي في فترة من الفترات بتكون إلى آخره، فبالتالي والفروقات بين فصل الصيف وفصل الشتاء والأعمال الموسمية وما إلى ذلك، هذا كله بيؤدي إلى تفاوتات في نسب ومعدلات البطالة سواء للذكور أو الإناث. والتفاوت حتى في بين المحافظات إذا لاحظتوا، يعني المرة هاي إحنا في هذا الربع الرابع كان المفرق هو أعلى معدل بطالة، الربع السابق كانت الطفيلة، وقبل ذلك وهكذا. وبالتالي هاي التفاوتات لا يمكن أن نعول عليها كثيرا في تحديد مسار واتجاهات البطالة في سوق العمل الأردني. معدل البطالة بين الناس هو بطبيعته مرتفع، يعني هو الآن هو 31.7 بالعشرة، وهو معدل مرتفع جدا بالمقارنة مع مساهمة المرأة في سوق العمل اللي يتجاوز 14%، بمعنى 14% من الإناث في سن العمل يعملن فقط، يعني أو يبحثن عن عمل. طيب سيد حمادة، سؤالي بشكل سريع، اليوم في سوق العمل الأردني ماذا نحتاج اليوم في ظل تنفيذ خطط حكومية وأيضا توجيهات لتنفيذ خطط وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات؟ يجب أن نركز على جانبين، جانب فئة الشباب وفئة المتعلمين. لدينا مشكلة في فئة الشباب، معدل البطالة يصل إلى أكثر من 47% بينهم، بين فئة الشباب وأيضا بين فئة الجامعيين، خاصة الإناث منهم تصل، يعني المتعطلة عن العمل 80% منهم جامعيات. هذا كله بيعني أنه لدينا اتجاهين يجب أن نعمل من أجلهم. فئة الشباب بمعنى أن نتلقى الشخص المتخرج سواء من مخرجات التعليم الجامعي أو توجيهي أو التدريب المهني وغير ذلك، ببرامج متخصصة تتعامل معه باكتساب المهارات بشكل فعال، وأيضا تدريبه في المهام والأعمال، والشق الآخر وتوجيهه إلى المهن المناسبة أيضا. نعم. الجانب الآخر وهو فئة الجامعيين، أيضا يجب أن يتم التعامل مع مخرجات التعليم بشكل فعال
لدينا مشكلة في التخصصات اللي بتركز عليها الجامعات، للأسف بتركز على تخصصات نظرية بتؤدي إلى البطالة وارتفاع معدل البطالة بين الجامعين. بيئة العمل يجب أن يتم العمل على تحسينها. هناك يعني عدم قبول من الباحثين عن عمل في بيئة العمل وظروف العمل غير مشجعة، وبالتالي هذا أمر يحتاج أيضا إلى مراعاة. نعم، بدي أشكرك جزيلا الشكر مدير مركز بيت العمالة سيد حمادة أبو نجمة، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا.